بداية عبارة من عند الجهاز الفني بقيادة مستر جوزي جوميز اللي قرر سفر بعثة الفريق إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري استعدادا لمشاركة في بطولة السوبر المصري. الزمالك هيشارك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. طبعا الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام بعد العودة من السعودية والتتويج بالسوبر الإفريقي. قرر الجهاز الفني استئناف التدريبات يوم السبت في إطار الاستعداد للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكاس الكونفدرالية الإفريقية. والزمالك مرتبط بمباريات السوبر المحلي واللي هتكون في شهر أكتوبر في الإمارات، وبعدها انطلاق الموسم الجديد ودور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية. والجهاز الفني بقيادة مستر جوميز منح اللعيبة راحة 6 أيام بعد التتويج بالسوبر الإفريقي، والمفترض العودة للتدريبات هتكون يوم السبت. تعالوا نروح للاعبنا أحمد حمدي لاعب الوسط واللي بيخوض مرحلة جديدة من التأهيل بسبب جراحة الرباط الصليبي واللي أجراها في شهر يونيو الماضي، وده استعدادا للعودة للملاعب في أوروبا. حمدي كان بيخضع أو حاليا بيخضع لبرنامج تأهيل تحت إشراف طبيب الزمالك الدكتور طبعا محمد أسامة، وده في مركز تأهيل متخصص في الإمارات من أجل العودة في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق. طبعا سلامات لكابتن ماجد. طيب من أحمد حمدي تعالوا نروح للونش واللي من منتظر عرضه على الطبيب الألماني اللي عمل الجراحة للونش عشان يكون لي الرأي النهائي في عودة اللاعب للتدريبات من خلال الخبير الألماني. بالمناسبة الونش أنهى برنامجه التأهيلي وبدأ يشارك بالفعل في التدريبات الجماعية وبالفعل انضم لقائمة الفريق في مباراة السوبر، ولكنه طبعا ما شاركش، ودلوقتي في انتظار القرار النهائي اللي هيكون خلال الأيام واللي هيحدد إمكانية مشاركة الونش في التدريبات والمباريات أو استمراره في البرنامج التأهيلي. طبعا أكيد احنا بنتمنى عودة الونش إن شاء الله يا رب في أقرب وقت، ولكن طبعا بنقول له للمرة المليون بنقول له يا ونش ما تستعجلش، إن شاء الله ترجع لنا بألف مليون سلامة أنت وحمدي وعبد الشافي يا رب إن شاء الله.